النهارده عمرو السوليه من التدريبات الجماعيه ما اتمرنش مع الفريق بشكل جماعي. ليه؟ بعض الاجهاد. بيني وبينكو الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه على كل الفريق، زي ما حضراتكم شايفين عمرو السوليه ومحمد محمود الاثنين بيجروا خارج المران الجماعي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. بالمناسبه وانا بتكلم عن عمرو برضو وشفت محمد محمود، محمد محمود من اللعيبه الجامده جدا جدا جدا، وان شاء الله لو اللاعب ده او النجم ده لما يرجع انا متخيل، وربنا يبعد عنه يا رب شر الاصابات وشر ربنا يبعده عنها يا رب ويبقى كويس، صدقوني محمد محمود ده هيبقى من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي لو خد فرصته خلال الفتره اللي جايه. نتمنى بس ان الاصابه تبعد عنه ونتمنى ان هو يرجع بالسلامه ان شاء الله. بالنسبه للجانب الاخر وبالنسبه لنجم الاخر عمرو السوليه، عمرو السوليه زي ما قلت لحضراتكم يعني شويه الواحد بيبقى تعبان من كتر المجهود اللي بيعمله او اللي اتعمل خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا اللي بيلعبوا في نص الملعب زي ما حضراتكم عارفين السوليه وديانج وحمدي فتحي. هذا الثلاثي كان له دور كبير جدا زيه زي بقيه اللاعبين اللي موجودين في تاهل النادي الاهلي للمباراه النهائيه. مجهود لعيبه وسط الملعب بيبقى اكتر شويه او اكتر بكتير من مجهود بقيه اللاعبين، لانه بيغطي ناحيه اليمين، بيغطي ناحيه الشمال، بيغطي ورا، بيغطي قدام، بيبقى بالنسبه له الموضوع كبير جدا. والباكات رايت والباكات ليفت برضو انتوا عارفين ان انا منحاز للباكات رايت والباكات ليفت لانهم بيجروا كتير، بيجري 100 متر رايح و100 متر راجع، يعني ممكن في لعبه واحده او في هجمه واحده يجري 100 متر ويرجع ال100 متر هي من غير ما يمسك كوره على فكره. فالله يكون في عون الباكات وفي نفس الوقت الله يكون في عون لعيبه خط الوسط. وبالتالي عمرو السوليه حس بشويه اجهاد، ولكن الحمد لله الامور مستقره، عمرو زي الفل، ان شاء الله بكره يكون متواجد وان شاء الله يلحق بمباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم مع بيراميدز. طبعا الفريق بيجري مسحه طبيه استعدادا لمباراه بيراميدز. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دايما قبل كل مباراه بيعمل مسحه طبيه ليطمئن على الفريق مين اللي طبعا. بس جونيور اجاي بيضحك اهو النهارده، ودي حاجه غريبه، في الطبيعي ان اجاي ما بيضحكش كتير في خصوصا في المساحات، فالنهارده واحنا جايبين له صوره وهو بيضحك كتر خيركم والله. فجونيور اجاي يعني في المسحه زي ما حضراتكم شايفين، وقبل انطلاق مباراة او قبل انطلاق التمرين النهارده كل اللاعبين عملوا مسحه وهتظهر نتيجتها خلال 24 ساعه او يمكن اقل.